مرحبا. ميديكال تيب اليوم عن الايبرو ليفت. عادة الحاجب عند السيدات بيكون على شكل قوس فوق مستوى عظمة العين، أما عند الرجال فبيكون على مستوى عظمة العين. التقدم بالعمر بيؤدي إلى تدلي الحجبين وتدخلهم مع جفون عند الرجال والنساء. بيشعر كتير من الناس بأنهم بحاجة إلى إجراء عملية شد جفون لأنه جفونهم العالي متدلية، ولكن بالحقيقة هن بحاجة لإعادة جبينهم وحواجبهم إلى ما كانت عليه قبل. وإذا نشال الجلد الزايد من الجفن عند الشخص اللي عنده حواجب متدلية فممكن يسوء وضعه، لأنه الشد ممكن يؤدي إلى هبوط الحاجب أكثر من ما كان عليه قبل. لهالسبب كتير مهم يعرف كل من الجراح والمريض تأثير الحواجب المتدلية قبل إزالة جلد الجفون. أما إذا كانت الحواجب متدلية وفي جلد زايد بجفون، عندها بيصير رفع الحاجب وإزالة الجلد الزايد من الجفون بنفس الوقت. الطرق القديمة لشد الحجبين والجبهة بيتطلبوا جرح كبير بيمتد على كامل فروة الرأس واللي بتؤدي إلى خضران وسقوط الشعر. أما الطرق الجديدة لشد الحجبين فبتتم باستخدام نادور أو من خلال جرح صغير، فبيتم رفع الحاجب بإدخال النادور تحت الجلد. اليوم في تقنيات حديثة خاصة لإجراء هالعملية وحتى من دون نادور ومن دون جرح، والنتيجة بتدوم سنين. البوتوكس وتكنيك الخيط ممكن يحلوا المشكلة، ولكن النتيجة بتدوم بس 6 أشهر. صحتكم مهمة، بس الأهم تحافظوا عليها. تروني بكرة مع تيب جديد. تشاو.